السلام عليكم طلاب الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، نحن اليوم بيوم الاثنين بتاريخ 5 من شهر تشرين الأول سنة 2020. هيا بنا نبتدئ حصتنا بكل متعة وشغف كما تعودنا دائما، ونقول مثلما نقول كل مرة: هل أنتم جاهزون؟ هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نبدأ. في البداية سوف ننتقل إلى كتاب مسارات. هيا يا كتابي إلى صفحة 51. أحبائي، تعلمنا بالأمس عن الأعداد الزوجية والفردية، كيف يمكنني أن أجمع كل غرضين أو كل شيئين، إما كانت تفاحتان أو إجاصتان أو حبتان من الفواكه أو ليمون. كل زوج بحوطهم بدائرة، أحيطهما بدائرة، صحيح؟ والكمية التي لم يتبقى منها قطعة منفردة بدون رفيقة، أنا أعرف أن هذه الكمية عددها يكون زوجي، مظبوط؟ إذا أنا عندي كمية معينة من الليمون، أنا حوطت حبات الليمون الموجودة فيها مثلاً عند العدد 6، حوطت كل اثنان بزوج، ولم يتبقى لدي أي حبة ليمون منفردة بدون رفيقة، معناها الكمية العدد الموجود فيه العدد 6 هو زوجي. أما لو أخذنا العدد 3 مثلاً، ولو أحط كل اثنين في زوج، تبقى حبة واحدة منفردة، لذلك العدد 3 هو عدد فردي. هيا بنا الآن ننتقل إلى العدد 4، إلى تمرين 4، حيث يطلب مني كالتالي: استعينوا بالفعاليات 1 حتى 3، وأشيروا في ثعبان الأعداد. هي ثعبان الأعداد العدد الزوجي باللون الأزرق، والعدد الفردي باللون الأحمر. طيب، تعالي يا قلمي، طلب مني لونين، أنا بدي أخذ اللون الأزرق واللون الأحمر. بداية سوف أخذ اللون الأزرق. هي جاهز الأزرق. كمان مرة: العدد الزوجي باللون الأزرق، العدد الزوجي باللون الأزرق، والعدد الفردي باللون الأحمر. طيب، تعالوا نختار. أنا بدي أبلش الأحمر، بدي أبلش من الواحد. تعال نشوف، أنا بدي أرجع للصفر، أنا بأخذ الواحد. لما أنا عندي كمية واحدة، هل لها زوج؟ أنا عندي تفاحة واحدة، في لها كمان زوج؟ إن أنا أحوطهم بدائرة؟ كلا، إذن العدد 1 هو عدد فردي. شو كلنا؟ خلينا بس شوي ننظفها، بدنا بس هيك نحط حواليها عشان نشوف. كلنا الفردي بالأحمر، الواحد هو فردي، الاثنان شو رأيكم بالعدد 2؟ لما احنا حوطنا، برجع على الصفحة السابقة، لم يتبقى لدي، إذن العدد 2 هو زوجي. طيب العدد 3، برجع كمان وبفقد، لما أنا حوطت بأزواج، هل تبقى لدي؟ نعم، تبقى لدي واحد منفرد، إذن هو فردي. العدد 4، لما كان في عندي 4 تفاحات أو 4 إجاصات، أو أنا رسمت أي شيء آخر، شو طلع عندي العدد 4؟ هل تبقى منه غرض بدون رفيق؟ كلا، إذن هو زوجي. اللي مستصعب يرجع على الصفحة السابقة ويشوف من الكميات اللي عملناها أو من أوراق العمل. بدنا نكمل. 5، العدد 5 فردي، العدد 6 زوجي، العدد 7 فردي، العدد 8 زوجي، العدد 9 فردي، والعدد 10 زوجي. طيب أنا بدي أرجع العدد الناقص معاي، هو العدد 3، هو العدد 0 بكل. طب يا معلمتي، كيف أنا بدي أعرف الصفر إذا هو زوجي ولا فردي؟ طلعوا لي على ثعبان الأعداد منيح منيح منيح، بتشوف إنه في سر بثعبان الأعداد. طلعوا، عندي فردي زوجي، فردي زوجي، فردي زوجي، فردي زوجي، فردي زوجي. لو بدي أرجع لورا، عندي زوجي فردي، زوجي فردي، زوجي فردي، زوجي فردي، زوجي فردي، زوجي. إذن العدد 0 هو عدد زوجي. كيف أنا عرفت؟ لأنه على ثعبان الأعداد عندي مرة العدد زوجي، مرة العدد فردي. في كمان طريقة أخرى عشان أتأكد
خليني بس اعمل كلير اول عشان انتقل على الطريقه الاخرى عشان اتاكد ليش انه الصفر هو زوجي. كيف اعرف انه الصفر هو زوجي ولا فردي؟ حكينا طبعا انه في عندي ثعبان الاعداد، عندي مره زوجي فردي زوجي فردي زوجي فردي زوجي فردي زوجي فردي زوجي. دائما هاي القاعده بناخذها دائما، اما عدد زوجي او فردي، زوجي او فردي. والطريقه الاخرى اذا انا اخذت العدد صفر اللي هو يكون بداية عدد آخر، يعني إذا أخذت العدد صفر وحطيته للواحد شو أصبح عندي هذا العدد؟ أصبح عندي عشرة. إذا قلنا الصفر ملوش قيمة، ولكن إذا بحطه على يمين العدد بيكبر العدد. لو عندي العدد واحد لحاله بدون الصفر العدد واحد، لما أضفت له صفر على يمينه صار عشرة. طيب وإحنا حكينا بركة العمل وبالصفحات السابقة عن العدد عشرة، كيف نعرف إذا هو زوجي ولا فردي؟ انظروا، بدأ بالعدد صفر، بشوف بحوط كل زوج بدائرة، الزوج الأول، الزوج الثاني، الزوج الثالث، الزوج الرابع، والزوج الخامس. إذا العدد عشرة اللي بيبدأ بالصفر، بنرجع لقضية الصفر، هو عدد ز ز ز زوجي. إذا الصفر هو زوجي. طيب في عندي صفحة أخرى، هات نروح على عدد آخر، مش بس العشرة يا معلمتي، في كمان أنا بديش أطيل عليكم لأنه إحنا يعني معانا فقط لحديت العشرة حالياً للأمام لحديت العشرين، ولكن حلو إنه إحنا نشوف العدد عشرين. لما أنا عندي الصفر لحاله ملوش قيمة، حطيته إلى يمين العدد اثنين صار عندي العدد عشرين. طيب يعني في عندي في السرب الأول عشر وجوه محبوبة، وفي السرب الثاني كمان عشر وجوه محبوبة. تعالوا نحوط كل اثنان بزوج، بديش أحوط أنا بالطول، بدي أغير، بدي أحوط بالعرض. كل اثنان بزوج، بدي اتاكد اذا العدد اللي بيبدا بصفر هو زوجي ولا فردي. هاي زوج، هاي كمان زوج، طلعوا كل اثنان بزوج، اما رسمتان، حبتان، وجهان، سيارتان، اي غرض، اي رسمتان انا بحطهن في دائره هني زوج. انظروا هذا هو الزوج الاخير. اذا كل عدد بيبدا بالعدد صفر او الصفر كمان هو بالاحرى هو ز، تعلمتوا حرف الزاي صحيح، والفاء هو عدد ز زوجي. جميل جدا. إذا هيك إحنا تأكدنا إنه العدد صفر هو زوجي، أثبتنا من خلال الثعبان إنه في عندي أعداد مرة زوجي مرة فردي مرة زوجي مرة فردي، واتفقنا وأقنعنا إنه الصفر هو أيضا ماله زوجي. نعود بعد ما لوننا هون، تقدر توقف الشاشة حبايبي وتلونوا الثعبان، وبدنا نصير نحفظ الأعداد الزوجية والفردية. ليش؟ لأنه في عندي تمرين، بكل تمرين خمسة اكتبوا فقط الأعداد الزوجية بحسب الترتيب. يعني قلمي يا قلمي، هذا قلمي بيساعدن، بدنا قلمي نختار اللون الأخضر. بكلنا الأعداد الزوجية أقولكم بدي أختار اللون الأزرق زي ما كتبناه فوق عشان يكون عندنا نفس اللي كتبناه. إذا الأعداد الزوجية إحنا كتبناها لونها بالأزرق، تعالوا نكمل. صفر، اثنان، شو كمان لونا زوجي بالأزرق؟ أربعة، شو كمان؟ ستة، شو كمان؟ ثمانية، شو كمان؟ عشرة. جميل جدا، بكتب على السطر، كل الاحترام. طيب طلب مني الآن أن أكتب الأعداد الفردية فقط بس الفردية بحسب الترتيب، بقولش تسعة وسبعة، لا، بمشي بالترتيب من هذا الاتجاه. قلنا هذا زوجي بدي إياه، كلا، واحد نعم هي الواحد وكتبوا، اثنان بديش إياه لأنه زوجي، الثلاثة فردي نعم هي كتبوا، الأربعة زوجي بديش إياه، الخمسة جميل جدا الآن أنا أكتب العدد خمسة، حلو، الستة زوجي بديش إياه، السبعة نعم السبعة فردي، واللي بعده شوي بتخربط بالفردي والزوجي، يرسم كميات، أنا بتخربط بالسبعة، برسم سبع تفاحات، سبع دوائر، وبحط كل اثنان بزوج، وبشوف إذا ظل عندي واحد بدون رفيق، يا حرام زعلان، معناها هذا العدد فردي. الثمانية زوجي بدناش إياه، التسعة أنا بدي إياه، والعشرة قبل شوي عملناه إنه هو الزوجي لأنه بدأ بالصفر. كمان حبايبي بتكتبوا هذا التمرين، وبدي انتقل للتمرين اللي وراه. التمرين اللي وراه انتم بدكم تحلوه، بشرحه فقط على السريع. طالب مني كالتالي: لونوا فقط الاقسام المسجل فيها اعداد زوجيه. تعالوا نشوف الاعداد الزوجيه، احنا لوناهن هون نستعين بالثعبان، والاعداد الفرديه كمان احنا لوناهن هون بحسب
الثعبان اللي لونه فيه الأعداد، أنا بلون فقط الأعداد الزوجية. يعني هل أنا بلون 9؟ فكروا منيح، فكروا منيح، أي لون أنا لونته؟ فكروا، طلب مني فقط ألون الأعداد الزوجية. تمرين رقم 8 كمان أنا بستعين بثعبان الأعداد، بقولنا 6 طلعوا 6 أصغر من إيش؟ من عدد زوجي. بروح على ثعبان الأعداد أو على الأعداد الزوجية اللي أنا كتبتهن هون وبشوف بدي عدد يكون أكبر من 6 بس لازم يكون زوجي. بدي عدد مثلا إذا أخذت أنا 10، 10 أكبر من 6، هل هي زوجي؟ العدد زوجي؟ قبل شوي شرحناها، العدد 10 هو زوجي. كمان عندي إمكانية أخرى، العدد 8، جميل جدا، العدد 8 كمان هو لو لوناه بالأزرق هو زوجي، هو أكبر من 6، إذا بقدر أكتبه في العدد في البند ألف. في البند باء طالب مني نفس كذلك الأمر، ولكن الاختلاف هو عدد فردي. 6 أصغر من ماذا؟ من عدد فردي. العدد الفردي اللي هون بده يكون أكبر من 6، العدد الفردي اللي هون بيكون أكبر من 6. إذا أنا أخذت 7، 7 أكبر من 6؟ أكبر من 6. كيف بعرف إذا 7 هي فردية ولا زوجية؟ إحنا رسمنا قبل وشفنا إنه العدد 7 لما أنا حوضته بأزواج ظل في عندي رسمة واحدة أو قطعة واحدة بدون رفيق، لذلك العدد 7 هو عدد فردي. وكذلك في عندي إمكانية العدد 9، جميل جدا. الصفحة التالية صفحة لذيذة كثير كثير كثير، تطلب مني كالتالي: كم عجلة أكملوا أعدادا ملائمة؟ في عنا في المثال اللي معطينا يا عجلة، عجلة يعني إحنا من كله بسكليت، كل بسكليت موجود في إله عجلتين. حلو، الدراجة هاي في إلها عجلتان وكتب لنا العدد 2. طيب بكلنا ألف، تعال يا قلمي البند ألف بكلنا. طيب كم عجلة في الدراجتان؟ لما أنا عندي هون دراج واحد كان عندي عجلتين، أضفت كمان دراجة كمان عجلتين كان عندي 2، كمان 2، أو بعد 1 2 3 4، أو بقول 2 كمان 2 أصبح عندي 4، جميل جدا. طيب البند باء عندي لحد هون 4 اللي هي 2 و2، صح؟ طيب عندي 4 و2، 4 و2، 4 5 6، جميل جدا. أو إني بعد 1 2 3 4 5 6. حلو الواحد يجرب، ولكن إحنا بدنا نتقدم في الحل. طيب لحد هون أنا في عندي 3 دراجات، أنا عرفت إنه في عندي 6 عجال، في عندي 6 عجال. طيب 6 هذول كلهم 6، وكمان 2 بقول براسي 6 7 8، إذا في عندي 8. والبند اللي بضل معاكم اللي هو دال، انتوا بتحلوه حبايب قلبي. بدي انقل لسؤال 10، سؤال 10 كمان سير انتوا بدكم تحلوه. طلعوا لي انه حبات الكرز كانت في ازواج، يعني هاي زوج، طلعوا كيف بعد، طوال 2 كمان 2 4 كمان 2 6 كمان 2 8، كيف بعد كمان مره 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 بتصيروا تعرفوا تعدوا 2 4 6 8. شفتوا كيف العد سريع؟ 2 4 6 8. البند باء أنا مزبوط بعد في أزواج، ولكن في عندي حبة كرز منفرد، يعني 2 4 6، يعني 5 6 و 7. البند جيم حبايبي أنتوا بتكملوه، وبدنا نعرف بأي بند عدد الثمار اللي كانت هون هو كان فردي. بدي أنتقل الآن لورقة العمل اللي هي مطلوبة معانا. إحنا إذا معانا حل صفحة 52، 53، وبدي أنتقل للعارضة اللي كنت فيها عشان أفرجيكم أعرض لكم ورقة العمل اللي موجودة معانا. ورقة العمل هي كالتالي حبايبي، بكتب اسمي دائما على السطر من الأعلى، مطلوب مني هكذا أحط كل زوج بدائرة، مطلوب مني كل زوج إن أنا أحط عليه دائرة، يعني 1 في كمان هون كمان مظلة أحط عليها زوج، كلا بدشرها. باجي على 2، هاي 2 بزوج،
الثلاث هاي كل اثنين بزوج، هاي طبعا لا الثلاثة. خليني أدققها شوي بس، ثواني حبايبي عشان تبقى أوضح. فقط هذول الثنتين، الأربعة هاي زوج وهاي زوج، وهكذا بدي كل اثنتان في زوج. بكتب تحت الأعداد الزوجية وين في عندي زوجي اللي ما ضلش في واحد منفرد. طلعوا الواحد، في عنده كمان واحد هذا منفرد، في مع زوج كلا، اثنان نعم زوجي، بكتب هون اثنان. اتفقنا؟ الثلاثة منفرد، لا بديش اياها. الأربعة بكتبها هون. في المقابل تحت مطلوب مني الأعداد الفردية، بقولنا الواحد ماله الواحد فردي، إيش إله رفيق؟ بحطه هون. الثلاث ظل واحد زيادة مالوش رفيق، بحطه هون. بسجل وين الأعداد الفردية وين الأعداد الزوجية. خلوني أتقدم صفحة إلى الأمام وهي الصفحة الأخيرة. هيا يا حاسوبي هي الصفحة الأخيرة. اكتب العدد لكل مجموعة، أحط كل زوج بدائرة ثم أحط زوجي أم فردي. كمان أنا محلول مثال، في عندي هون مجموعات وموجود فيها مظلات، جميل جدا. أنا أعطيتكم مثال، يعني في عندي هون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ست مظلات. أنا أكتب العدد، كمية العدد الموجود هون، كتبت أنا هون عدد ستة، وشو عملت أنا؟ أحطت كل مظلتان في دائرة. هاي الزوج الأول، الزوج الثاني، الزوج الثالث، وعرفت إنه ما ضلش إله حدا منفرد، إذا هو زوجي. كمان هون في عندي كم مظلة؟ واحدة، بكتب واحدة، بشوف إذا هو زوجي ولا فردي، وبكمل الحل. حبايبي لحد هون انتهت حصتنا إلى اليوم، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، وإلى اللقاء أحبائي في لقاء آخر يجمعنا. إلى اللقاء.